لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، دعوة الأنبياء ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الأخص مبنية على تلاوة آيات الله، تعليم الكتاب، تعليم الحكمة وهي السنة، التزكية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كيف نقل القرآن وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أمة العرب من أمة جاهلة لا تعلم، ليس عندها أي معنى من معاني الحضارة، أي معنى من معاني الفهم. الجاهلية تطبق عليها في عقائدها، في أعمالها، في عبادتها. تأمل ما قال الله عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع. نعوذ بالله. عبادتهم إيه؟ عبادتهم تصفير وصفيق، قاعدين حوالين البيت يسقفوا ويصفروا، والستات الرجالة عريانين كما ولدتهم أمهاتهم، إلا خرقة تلقيها المرأة على فرجها يبدو منها فرجها أو بعضه، فتقول: اليوم يبدو كله أو بعضه، فما بدا منه فلا أحله. اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. تخيل أعمالهم: البغي، الظلم، وأدوا البنات، الهم والغم لمجرد أنه ولدت له أنثى، مع أنه هو ولد من رحم أنثى. سلوكيات عجيبة، أكل الربا، أكل الميتة، تشريعات في منتهى الغباء والجهل. الوصيلة، الحام، البحيرة، السائبة، تحريم بعض الأنعام وإحلال بعضها، تشريعات كلها جهل والعياذ بالله. كيف نقلت هذه الأمة من هذا الحال إلى خير أمة أخرجت للناس؟ من خلال محور أساسي هو القرآن. ولذلك تريد أن تزن نفسك وأن تزن الدعوة التي أنت فيها والدعوات الأخرى المخالفة أو الموافقة أو المحيطة أو التي تدعي الانتساب للمنهج، ولو انتسبت اسما ولو كان ضمن حتى الكيان، لكن انظر إلى قدر يتلو عليهم آياته، قدر تلاوة الآيات، ويعلمهم الكتاب والحكمة، قدر تعليم الكتاب، قدر تعليم الحكمة، قدر التزكية. كم تأكل الحياة منا، كم تضيع من أعمارنا، كم ندخل في منازعات تشتد بالبعض ويقضون فيها وقتا طويلا، أوقاتا، ثم تقول: ما المحصلة فيما يجري؟ أهو زيادة في تعلم الكتاب والحكمة، في فهم لآيات الله، تزكية وإصلاح للقلوب، أم العكس؟
سبحان الله، عندما تراها تقول فتن ليس لها إلا ذلك الوصف. لذلك نزن أنفسنا، نزن من حولنا أفرادا وجماعات بأغراض البعثة النبوية، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، لبيان أن سبيل التزكية هو تعلم الكتاب والحكمة، وأن التزكية هي الغاية المقصودة، لا يمكن أن تحصل إلا من خلال تعلم الكتاب والحكمة. هذا الترتيب يعني المختلف، مرة كذا ومرة كذا، مرة لبيان منزلة يعني الشيء المقدم، وبيان أن الآخر هدف أو وسيلة. فالكتاب والحكمة هدف للتزكية، والتزكية الهدف لا يحصل إلا من خلال تعلم الكتاب والحكمة. قال ابن القيم رحمه الله قاعدة جليلة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فتضمنت هذه الآية أمورا، أحدها الحياة، أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات، إنهم إلا كالأنعام، نعوذ بالله. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. هذا معنى من أهم المعاني، معنى الحياة الحقيقية، وذلك يدركه الإنسان إذا حي. يعني الميت هو حاسس إذا تولدت إمتى؟ سنة 81، سنة 80 كنت حاسس بإيه؟ أنا سنة 58، سنة 57 كنت حاسس بإيه؟ ولا حاجة خالص. لما الواحد اتولد بدأت معاني ليه؟ الحياة، بدأ يعقل بعد ذلك، بدأ يعرف ده حي وده إيه؟ وده ميت، بتاع ده مش حاسس. وهكذا. إمتى يبدأ الإنسان يحيا بالقرآن؟ ويحيا بالدين وبما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عندما يحيا قلبه، عندما يدرك ويريد تصورات وإدراك لما حوله، إدراك الكون ده ماشي إزاي، حجم الإنسان ده قد إيه، بدايته كانت إيه، نهايته فين، المآل النهائي فين، السماوات والأرض، النجوم، الكواكب، البحار، الملك الواسع، الناس كل يوم بتشوف الحاجات دي. بس امتى يحيا الانسان؟ لما ينتبه لها، لما ينتبه الى الملك الذي تدل عليه الموت والحياة. الانسان كل ما واحد يشوف واحد حامل او حيوان حامل، حتى الانسان هو بيتخلق، او الحيوان او الكائن هو بيتخلق، احنا مش شايفين يد تصنع ذلك، ولكن الصنعة في غاية الإتقان، وأحسن شيء يتم، والخلايا عمالة تروح وعمالة تيجي وعمالة تنقسم، وبعدين يوهب له، تنفخ فيه الروح، تبدأ حركة، يبدأ يتكون إنسان،
ويولد لا يعلم شيئا وينمو ويتعلم ثم بعد ذلك يكبر يضعف بعد الضعف يموت. يدرك الإنسان هذه المعنى إدراكات وإرادات. فالإنسان إمتى هيحيا؟ يحيا لما يكون عنده شهود لملكوت السماوات والأرض، ويكون عنده إرادة. عايز إيه بقى؟ يريد الله، يريد الدار الآخرة. لما يحصل كده هيبقى يبدأ في معنى الحياة. غير كده هو ليس من جملة الأحياء. يقول: ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. كل آية فيها معنى من معاني الحياة، كل حديث صحيح فيه معنى من معاني الحياة. استجيبوا لله وللرسول، لله وللرسول. أمر الله موجود فيه في القرآن، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم موجود في الإيه؟ في السنة. من فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لما يحييكم، يعني للحق. قال قتادة: هو هذا القرآن، فيه الحياة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. قال السدي: هو الإسلام، أحياهم به بعد موتهم بالكفر. تبا لمن يسوي بين الموت والحياة، لمن يسوي بين الإسلام والكفر، لمن يسوي بين من يصدق الرسول وبين من يكذبه، من يكذب القرآن ومن يؤمن به. أيعقل ذلك أحد؟ مر على آية من آيات القرآن. قال ابن إسحاق وعروة بن الزبير واللفظ له: لما يحييكم، يعني للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل وقواكم بعد الضعف ومنعكم بها من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذه كلها عبارات عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. معنى الجهاد في الحقيقة جزء من هذا المعنى. قال الواحدي والأكثرون على أن معنى قوله لما يحييكم هو الجهاد، وهو قول ابن إسحاق واختيار أكثر أهل المعاني. قال الفراء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم، يريد أن أمرهم إنما يقوى بالحرب والجهاد، فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم واجترأ عليهم عدوهم. قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن قوتهم وقهرهم لعدوهم بالجهاد، وأما في البرزخ فقد قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأما في الآخرة فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من حظ غيرهم. ولهذا قال ابن قتيبة: لما يحييكم، يعني الشهادة. قال بعض المفسرين: لما يحييكم، يعني الجنة، فإنها دار الحيوان، دار الحياة الكاملة، وفيها الحياة الدائمة الطيبة. حكاه أبو علي الجرجاني: والآية تتناول هذا كله، فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب الحياة الطيبة. وكمال الحياة في الجنة، والرسول داع إلى الإيمان وإلى الجنة، فهو داع إلى الحياة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.